مع دخول تعز عامها الثالث من الحرب، تتسع دائرة معاناة الناس، خصوصا في ظل المناسبات كالأعياد والأفراح التي يقولون إنهم لم يعودوا يشعرون بها. المدينة التي أنهكتها آلة الصراع من الحصار إلى الاشتباكات اليومية، كان لابد أن ينتج عنها حالة متفاقمة من تدهور الوضع المعيشي للسكان، يواجهون فيها أعباء الحياة بصبر وتحمل. العيد ايش من عيد؟ احنا ما عندنا باليمن لنا 3 سنين لا نعرف عيد ولا نشم ريحة العيد، حتى الأطفال سئموا من العيد. ما فيش عيد في إلا قصف وقتل، احنا عيدنا حينما ينتهي القصف، حينما ينتهي الاغتيالات، القتل، غلاء أسعار، جرائم ترتكب بالشارع، فايش من عيد هذا يعتبر عيد؟ مرتبات ما فيش للمواطنين، أكثرهم ضباحة. يشكل قدوم عيد الأضحى المبارك مناسبة أخرى لإذكاء الوجع بالنسبة للمواطنين، حيث تغيرت الكثير من الأشياء في أذهانهم لعل غياب مظاهر استقبال العيد التي كان يمارسها الناس هي أبرز تلك الصور، إذ باتت الحرب الهاجس الذي انشغل به الأهالي هنا في كل مناسبة. أكيد الناس هنا الأطفال محرومين من الألعاب، محرومين من شراء الملابس الجديدة التي تعبر عن فرحتهم بهذا العيد، محرومين من كثير أيضا من انقطاع الأرحام من خلال الزيارات وتبادل الزيارات ما بين الأهل والأقارب. العيد الميليشيا تريد أن ترسم صورة قاتمة للعيد في مدينة تعز أيضا من خلال استهدافها والمجازر التي ترتكبها كما اعتدت على المدينة منذ ما يقارب ما يزيد عن 6.5. توقف مرتبات الموظفين وغياب الحكومة الشرعية عن الاهتمام بهذه المدينة وأسباب أخرى، يرى مراقبون أنها فاقمت من تدهور الأوضاع المعيشية وضعفت من حجم المعاناة لدى المواطنين. مع اقتراب قدوم عيد الأضحى تغيب مظاهر الاستقبال والفرحة لقدومه كما كان يألفها الناس سابقا، حيث بات توقف قصف الميليشيا بين الفينة والأخرى هي الفرحة الكبرى بالنسبة للمواطنين على أمل أن تتوقف للأبد. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.